بعد بث الحالة المزرية لهذه العائلة، تكفل محسن من المنطقة وتبرع بقطعة أرضية صدقة جارية لعبد القادر. والهبة التضامنية للخيرين مكنت مؤسسة الشروق الخيرية من التكفل بمشروع بناء المنزل بالتنسيق والشراكة مع جمعية الهلال الأحمر لولاية تسمسيلت. سي عبد القادر، السلام عليكم. نعم مرحبا، مرحبا بكم يا خويا، رانا ضيف عندك اليوم. نعم قرب، مرحبا بكم. ما شاء الله، مرحبا بكم. الحمد لله يا ربي. بون، طبعا رانا في تقريبا اكثر من سنتين باللي جا عندك البرنامج وفعلوا الخير. عاقل يا رب. نعم ما شاء الله. نعم بكم. بغيت تذكرني شحال من عام وانت عايش كما كنت عايش في هذيك الدار، هذيك القربي هذيك اللي كنت فيه؟ كان واحد واحد 14 سنة هكا. الوليدات هادو زادوا تما؟ ديتهم. وكنت دائما في الغبينة؟ ها؟ كنت دائما في الغبينة هذيك؟ دائما في الغبينة، دائما. كنت تخدم في البلدية؟ في البلدية و تسمى كنت تتعب وكذا، الرابس توكلهم كما نقول. توكلهم. والسكنة كانت عندك حاجة بعيدة؟ هي حاجة بعيدة. قول لي السكنة عبد القادر كي كانت عندك في الحلم تاعك، كانت حاجة بعيدة ولا قريبة ولا كي كانت؟ بعيدة بعيدة. احتاج رب العالمين هذاك الإنسان أعطاك قطعة على الأرض، ربي يجازيه كل خير إن شاء الله. وبداوا الجماعة بداوا، ولكن وين توقفنا من جوا عندك الجماعة؟ داروا اللي داروا ولكن حبست، كي دارت البيليات ولهذاك الانتوراج حبست الحياة. الحمد لله ما قدرتش نكمل. الحمد لله. نكمل، قاعد تسمعك. والولاد كي كنت تشوف فيهم بعينيك كي كانوا في زمان، كنت تحس بهم مغبونين؟ الولاد الولاد مغبدة كاع، مغبونة على مقام مغبدة، هما قامهم ما يرقدوا مليح، ما كانوا مساكين كما قلت مغبنة. مغبدة كاع، ما كانش انا نادي وقت اللي فيها الدار، ما يفرحوا بها الدار تاع الدار اللي كنا فيها، ما يفرحوا بها بالدار. وهنا ان شاء الله يحاولوا يفيدوا كل الناس، يحاولوا يكملوا هذه الدار اللي انا فيها، يحاولوا يكملوا بروحهم بنفرحوا بها ان شاء الله يا ربي. وكيف فرحوا يلقي خروا، يلقي خروا مليح ان شاء الله. يشكروا مليح. اخيرا الحلم تحقق، من الكوخ الهش القديم والحياة المزرية إلى منزل بغرف واسعة وأثاث وأغطية وأفرشة مريحة. فرحت بها البيت؟ فرحت الحمد لله، فرحت بها الحمد لله، عندي فرحة، عندي فرحان الحمد لله، عندي فرحان الحمد لله، عندي فرحان الحمد لله. لقيت كاع الصور اللي كانوا في قلبك في البيت؟ لقيت كلش؟ ايه كلش كاع، المطبخ، الحمام، كل شيء كاين. كل شيء كاين. الحمد لله يا ربي. اللي يعاونني ربي يحفظهم إن شاء الله كاع. الحمد لله. من الطرق، من أفعال خير، من كاع اللي يعاونني كثر خيرهم إن شاء الله. الحمد لله يا ربي. بخير إن شاء الله. والعمل كنت تخدم عند البلدية، من بعد قلت لي راك توقفت على العمل مع البلدية. خدمت بها تبع سنين. ايه بكونترا قعدت 7 سنين وخرجونا برا. ومن بعد من خرجوك حوست على خدمه؟ حوست على خدمه، خدمه عند شاب، نخدم خدمه، نقعد خدمه، نقعد نبرب شهر وانا قاعد نخدم عند ربي حمال عند شاب حمال. راك حمال؟ ايه حمال يا سيدي، قولها بالفور ما تحشمش. حمال. حمال خير من اللي راه عايش بالحرام ومش عارف شراه يدير. حمال ولا نصلح ولا وبالحلال نضرب راسي ونقول الحمد لله يا ربي. حمال علاش باش تخدم على هاد الوليدات؟ نخدم على هاد الوليدات بارك الله بيه، راني حرام معايشني يا خويا. كي يسموه السيد؟ كي يسموه؟ سموه كمال. سي كمال، والله لا راه يهضر سي عبد الغادر. حكاو لي تاني هنا الجماعة، قالوا لي واحد الإنسان راه عنده ما شاء الله كمال خويا، هذا إنسان راك تشوف فيه واحد النبرات في الصوت تاعه، نظرات في العين تاعه تبين بأن إنسان ولد فاميلة وإنسان مؤمن وإنسان يحبه ربي عز وجل. فلهذا كمال خويا قد ما تهلا فيه ربي عز وجل يتهلا فيك إن شاء الله تبارك وتعالى.